أولا بعد إذنك نأخذ دقيقة بس بتعليق على ما جاء في حديث ضيفك. طيب تريد تحكي على قانون انتخابات؟ احكي لي ثلاث دقائق وبعدين لا مش قانون انتخابات. تفضل. أتحدث عن ما أشار إليه اطلاعنا على الديمقراطية التوافقية. ايه؟ هكذا اسمها. ايه؟ أولا نحن في العراق لا يوجد لدينا مكونات ومذاهب وقوميات، لدينا كرد ولدينا بعض التفاصيل البسيطة في مكون شعب واحد عاش لفترة من الزمن حتى 2003 شعب واحد، ليس هناك مشاكل بين شعبنا العراقي الواحد الموحد والوحدة لله سبحانه وتعالى. طيب. إضافة إلى ما أشار إليه الديمقراطية التوافقية دائما ما تأتي باتفاق ديمقراطي لتشكيل وطني نابع من أشخاص وطنيين يطرحون مشروع وطني ولاءهم لله أو للعنوان الرئيسي اللي هو الوطن. اليوم ما نحن به في ساحة العراق وللأسف الذي يطلق عليه اسم الديمقراطية هي مكونات بريمر، وضح المحتل لنا أساس في تشكيل عملية سياسية. إذا كانت ديمقراطيتنا التي نسعى إليها لبناء الوطن وبناء الدولة أساسها المحتل فهذه كارثة. إذا ديمقراطيتنا مقترنة باحتلال بلدنا، بضياع بلدنا على أيدي من يحتله. إذا هذا هو أساس خراب. النقطة الأخرى التي تتبع ذلك، لو تبحث في تفاصيل ومفاصل جزئيات العملية السياسية من العناوين والكتل السياسية تجد أن هذه التي تطلق عليها عنوان المكونات تابعة لذاك وهذا من الدول خارج الحدود. إذا نحن ليس لدينا ولاء للوطن ولمفهوم الدولة حتى نبني الدولة، ولاءنا للخارج، والخارج له مصالح، له مطامع في هذا البلد، خاصة العراق لما له من موقع اجتماعي وجغرافي وسياسي وأمني وكثير من التفاصيل، لذلك هو مطمع. فأجندات الخارجية من يحققها؟ هذه الأدوات. ما موجود في العملية السياسية هي أدوات. الديمقراطية التوافقية تأتي بالعنوان الوطني، بالولاء للوطن، بالحرص على أبناء وشعب هذا البلد وأرضه وسيادته. ليس لدينا ديمقراطية توافقية وليس لدينا فلسفة في الديمقراطية، لأن كل السياسيين بالعملية السياسية لا يفهمون ولا يفقهون ما هي السياسة الحقيقية التي يفترض أن تكون لبناء الدولة، ولذلك فشلوا، لأنهم ليسوا بسياسيين، هم مجموعة أخذتهم مصالح، هربوا فترة من الزمن لأي سبب كان، عاشوا بالخارج ثم جمعهم المحتل وجابهم على طبق من ذهب وسلمهم العراق، وكل يتبع دولة وعنوان، وهكذا استمروا وحتى هذه اللحظة. لن تبنى بهؤلاء دولة، ولن يبنى بهؤلاء مفهوم وجملة وطن، ولن يكون هناك مستقبل لمواطن عراقي يريد أن يعيش حياة حرة كريمة. نعم. إذن يا سيدي الكريم، الديمقراطية التوافقية التي تشير إليها هي مفهوم في علم السياسة له تفسيره، ولكن لا يتطابق وما يجري في ساحة العراق، وليس هناك لدينا كعملية سياسية في ساحة العراق فلسفة في هذا النوع أو غيره.